شافه صدفة. اوكي، في عيادة، غالبا في عيادة الدكتور النساء بيطلب تحليل من الزوج، بنكتشف ان هو زيرو حيوانات منوية. من هنا بقى بتبتدي الحكاية. خلاص، هو احنا نتمنى على الناس ان هم يلجأوا لحد متخصص عشان تبقى البداية صح. اول ما يعرف يعني ان هو عنده المشكلة دي طبعا لازم يروح لحد متخصص. طبعًا. خلاص، اوكي. فاحنا دلوقتي لازم اول حاجة زي ما نتفق تشخيص. احنا اتاكدنا خلاص ان ده شخص لما بيعمل تحليل سائل منوي بيطلع صفر ما فيهوش حيوانات منويه، لازم نوصل لتشخيص. لو ما وصلناش لتشخيص باكد تاني مش هنعرف نعالج العيان. طبعا. اوكي، احنا عندنا ثلاث عناوين رئيسيه قلنا قبل كده. طبعا. لازم العيان يندرج تحت عنوان منهم. اول عنوان الخلل الهرموني، والمقصود بالخلل الهرموني انا هدي هنا تفاصيل شويه، لان العيانين دول شويه عارفين تفاصيل عن حالاتهم من تكرار ان هم بيروحوا عيادات كتير. تمام. الخلل الهرموني المقصود بيه هو النقص الشديد في هرمونات، وهرمونين اساسيين عندنا هو هرمون اسمه الاف اس اتش وهرمون الذكوره او التستوستيرون. اوكي، انما احنا بيجي لنا العيان في الغالب الاعم الهرمون عنده الاف اس اتش عالي، وباكد يا جماعه دي مش مشكله، علو الهرمون ليس بمرض. ده مش مرض يتعالج منه، ده مؤشر وعلامه وتاكيد التشخيص، اشاره من ربنا ان الخلل يا جماعه في الهرمونات، في الخصيه نفسها، لا في الخصيه وليست في الهرمونات. اوكي، فالمقصود بالخلل الهرموني هو النقص الشديد في هرمون الاف اس اتش وهرمون الذكوره. ده عنوان رئيسي من ضمن العناوين هو الخلل الهرموني. العنوان الثاني هو الخلل الوظيفي اللي في الخصيه. الخصيه زي اي عضو في الجسم ليه وظيفه، بيعمل حاجتين ما بيعملش ثلاثه، بيطلع هرمونات الذكوره اللي مسؤول عن الشخص ده يبقى ذكر، ثاني حاجه تصنيع الحيوان المنوي. اوكي، الجزء الثالث او العنوان، فده بيحصل فيه خلل وظيفي في الوظيفه دي، سواء في الوظيفتين. كنت قلت قبل كده انه دي تعتبر من الامور الشائعه جدا والشويه صعبه. هو ده الاكثر شيوعا في الحالات، ده السبب الثاني ده او العنوان الثاني ده، ان الشخص ده يكون صفر حيوانات منويه نتيجه خلل وظيفي في الخصيه. السبب الثالث او العنوان الرئيسي الثالث هو ان يكون في انسداد، يعني الهرمونات كويسه جدا، الخصيه قايمه بوظيفتها بشكل كامل جدا، وان الانابيب اللي بتنقل حيوانات منويه فيها انسداد. وقلنا الانسداد دايما علشان يتشخص، نمره واحد بيتشخص بالاستبعاد، ان الشخص ده ما هوش خلل وظيفي وما هوش خلل في الهرمونات. تمام. تاني حاجه، احيانا بيكون الشخص دوت معاه زي ما قلنا سابق قبل كده، بيجي معاه اوريدي عينه تشخيصيه من الخصيه بتقول ان الخصيه دي شغاله بشكل كامل، مفيش اي خلل خالص. الجزء الثالث احنا بنلجا للفحوصات، وتحديدا اشعه، هي موجات فوق صوتيه عن طريق فتحه الشرج، دي هي اللي بنرسم بيها الجزء المسؤول عن نقل الحيوانات المنوية عشان يظهر في السائل المنوي. زي ما قلت، لو في انسداد في الغالب الأعم ده بيكون إجراء جراحي، حله هو في إجراء جراحي، ولكن هو لابد إن احنا نحدد فين مكان الانسداد، لأن في عندي أكتر من احتمالية ممكن يكون فيهم انسداد. تمام؟ الغالبية العظمى من الأماكن دي، خدت بال حضرتك، احنا خلاص العلم مؤخرا وبعد الدراسات والأبحاث أثبتنا إن الحقن المجهري بيكون افضل لهذا المريض من ان انا اصلح له هذا الانسداد. تمام، الا انسداد في مكان واحد ده بس، في بعض الحالات، في بعض الحالات. خلاص، ان احنا شخصنا ده انسداد زيرو نتيجه انسداد. تمام. انا بحدد عن طريق الاشعه فين مكان الانسداد. مكان الانسداد دوت ممكن يكون في مكان انا اقول للمريض ما تصلحوش. خلاص، في عندي مكان مشهور قوي هو الفتحه اللي بيخرج منها السائل المنوي في مجرى البول، دي اكتر الاماكن اللي بتكون مبشره واحنا بنعتمد فيها على الاجراء الجراحي. ما بتاخدش وقت خالص، الموضوع بياخد اقل من دقيقه، والعيان بيتحول من صفر لانه انسان طبيعي تماما. تمام. ده العنوان الثالث او الانسداد. اللي انا معني بيه هو الخلل الوظيفي، ده اللي هو الاكثر شيوعا، وده اللي فيه تحدي اكتر في التعامل، وده اللي احنا بنشوفه بشكل متكرر في العيادات. تمام. طيب دكتور، خطة العلاج بتبقى شكلها ازاي؟ واحنا يمكن قبل الحلقة مباشرة حضرتك بتقول في العينة الميكروسكوبية هي اللي يعني ليها وظيفة ما. عايزين نعرف من حضرتك يعني ايه العينة الميكروسكوبية وايه وظيفتها؟ يعني احنا الاول شخصنا العيان على ان هو خلل وظيفي. تمام كده. في الغالب العيان ده بيكون معاه عينة تشخيصية بتؤكد التشخيص بتاعنا. احنا بالعيان ده زي ما قلت قبل كده، وده المهم بقى، ودي رسالة انا عايز اوصلها، العيان ده ملوش حل معين، يعني ما فيش حاجة محددة اقولها له، مش هقول له خد العلاج الهرموني الفلان او روح اعمل العملية الفلان، لا، العيان ده بيخضع لخطة علاج. خطة العلاج دي ما بتكونش حاجة محددة، بتكون فيها واحد واثنين وثلاثة واربعة، تختلف من شخص للتاني، ولكنها في المجمل خطة علاج بيتم الاتفاق عليها في ترتيب زمني معين. في الغالب العام طبعا خطة العلاج ديت ممكن يكون علاج دوائي، ممكن يكون اجراء جراحي، اي مكان ده يتحدد على حسب الحالة
وده بيختلف من شخص للتاني، ولكن هو في الغالب الأهم العينين دي بتنتهي بأن هم بيلجأوا إلى عينة ميكروسكوبية أو تفتيش أو المسح الميكروسكوبي من الخصية. تمام؟ ده إجراء جراحي بنحاول نحل بيه المشكلة. يعني ده علاج جراحي. ده إجراء جراحي. إجراء جراحي. العلاج المشكلة. هو مش بالمعنى المتعارف عليه على إنه علاج، لأنه علاج يبقى معناته إن الإنسان هيخف. لا، هو مش هيخف من الواقع اللي إحنا موجودين فيه ده، ولكن هي طريقة أو وسيلة للمساعدة إننا نتحصل من الشخص ده على حيوانات منوية من الخصية دي اللي فيها خلل وظيفي. تمام. يمكننا من إن إحنا نجري وسيلة مساعدة أو اللي هو يقال عليه الحقن المجهري. تمام. طيب المريض بيخضع لتحضيرات معينه قبل العينه الميكروسكوبيه دي ولا التحضير هو خطه العلاج؟ خلاص كده، هو العين بيجي بيتاخد ليه تاريخ مرضي، كان في عنده خصيه معلقه ولا لا، كان عنده في مشاكل في البلوغ ولا لا، العيان ده خضع لاي علاج كيميائي، خد اي علاج اشعاعي في المنطقه ديت، كل دي تفاصيل بناخدها من العيان. تعرض لاي التهابات قبل كده؟ مشهور قوي عندنا التهاب الغده النكافيه اللي بيأثر، لو بيسموها بالنطيط، وبيأثر على الخصيتين لو الفيروس ده وصل للخصيتين. دي تفاصيل بناخدها في التاريخ المرضي للعيان، ده مهم جدا بالنسبه لنا. تاني حاجه الكشف الاكلينيكي، يعني حجم الخصيه مهم جدا في ظروف زي دي. العيان ده عنده دوالي ما عندوش دوالي، العيان ده عنده اي مشكله تانيه تشريحيه في المنطقه دي. الحاجه الثالثه الفحوصات بقى، انا بعمل فحوصاتي وتحاليلي عشان احدد في خلل، انا هبتدي اتعامل مع بادويه بجراحه اي من كان، في الاخر نوصل ان احنا ناخد قرار بالعينه الميكروسكوبيه. طيب دكتور، حضرتك قلت ممكن يكون مثلا في خصيه معلقه هي كانت سبب من ضمن الاسباب. تمام. معنى كده انه العيوب الخلقيه ممكن تكون سبب رئيسي وسبب مباشر في المشكله دي؟ طبعا. وحتى لو هي عند الطفل، يعني هو مولود كده، فيبقى احتماليه انه يصاب بالخلل الوظيفي ده موجوده؟ طبعا، مهم جدا زي ما قلنا لان الامهات تتابع اطفالها في مرحله ما قبل البلوغ. خلاص، لازم الام تشوف بعينيها وتمسك بايديها الخصيتين، وعدم وجود واحده منهم او الاثنين ده مؤشر مش كويس، ده فيما يطلق على الخصيه المعلقه، وده لازم يتم اجراء جراحي في اول سنتين من عمره. يعني اي تاخر بعد كده ده بيصيب هذا العضو، بيحصل فيه خلل وظيفي لانه قعد فتره طويله في مكان غير المكان المخصص ليه. طبعا ده مهم جدا، حجم الخصيه مهم جدا. فلو في خصيه معلقه، دي احد الحاجات العيوب الخلقيه اللي احنا بنقولها او العيوب التخلقيه يعني، طبعا لازم يتم انزال الخصيتين دول وتثبيتهم في مراحل سنيه مبكره. هل التأخر في العملية دي ممكن يسبب ان الشخص يعني يصاب بالعقم طول عمره؟ اكيد بيأثر، ما اقدرش اقول بقى انه هيأثر بنسبة 100%، ولكن ليه تأثير سلبي. كل ما المدة الزمنية تزيد كل ما التأثير السلبي ده بيزيد. في حالات احنا الحمد لله تعاملنا معاها وكانت بقى لها فترات طويلة خصية معلقة، بس ما اقدرش احط الاستثناء كقاعدة. القاعدة بتقول ان انا كل ما اتأخر كل ما التأثير السلبي بيكون أزيد، كل ما بيكون الحالة فيها تحدي أكتر من الأول. طيب دكتور، لو شخص كان عنده مشكلة الخصية المعلقة أو أي مشاكل يعني عيوب خلقية بتؤدي للخلل الوظيفي، هل هو ممكن يتابع نفسه أو يعمل العينة الميكروسكوبية دي قبل الزواج؟ يعني مش لازم يواجه مشكلة عدم الإنجاب؟ طبعا لا، دي فكرة تانية خالص، لأن هو العين ممكن يكتشف. في عندنا حاجة اسمها فحوصات ما قبل الزواج يعني، والأشهر أكتر عند إخواننا المسيحيين لازم بيعملوها. ده إجراء رسمي من الإجراءات ما قبل الزواج، وبناء عليه في ناس بتتشخص قبل ما تكون متجوزه ان هي صفر حيوانات منويه، وفي ناس بعض الناس بتحب انها تاخد اجراء قبل ما تكون متجوزه خالص عشان تبقى داخل حتى جوازها على بينه. يعني انا وضعي كذا، كل ما اعالج المشكله بدري كل ما كان افضل. احنا بنتكلم هنا بنتنقل من مشكله طبيه علميه لمشكله اجتماعيه. احنا مش عايزين نرتب مشكله اجتماعيه على مشكله طبيه. ففي ناس بتاخد اجراءات بحيث بناء عليها تقدر ترتب حياتها بعد كده. طيب دكتور، احنا هنستكمل مع حضرتك الاثار الجانبيه والمضاعفات اللي ممكن تحصل للمريض اللي هو اجرى عمليه او عينه ميكروسكوبيه، لكن هنطلع فاصل وهنرجع تاني، خليكم معانا. كنا معاكم حلقتنا عن مريض زيرو حيوانات منويه، وكنا بنتكلم عن الخلل او علاج الخلل الوظيفي مع دكتور احمد العياشي استشاري امراض الذكوره والعقم بمركز مصر للذكوره. مره ثانيه دكتور برحب بحضرتك معانا. كنا قبل الفاصل مباشرة كنت بسأل حضرتك عن الآثار الجانبية أو المضاعفات اللي بتتم نتيجة الجراحة. تمام، ده يجرنا بقى لأن احنا نتكلم عن عينة ميكروسكوبية نفسها، وإذا كان في أنواع أخرى من العينات. تمام. احنا على الأرض الواقع عندنا أربع عينات، أربع أنواع من العينات. في عندنا أول حاجة عينة أن أنا بسحب الإبرة من الخصية. تمام. وفي عينة أن أنا بفتح إجراء جراحي بسيط جدا وباخد جزء صغير من الخصية اليمين والشمال
وفي ان انا بدخل جراحي برضو وتوسع في اخذ العينات من الخصية اليمين والخصية الشمال وفي العينة الميكروسكوبية. طيب. الفرق بين الاربعة عايزين من حضرتك مزايا وعيوب كل نوع. العينة الاولانية اصلا هي لا تناسب تماما الشخص اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة اللي هو الخلل الوظيفي اللي في الخصية. ده اجراء بسيط جدا، بيتم بابرة معينة كده بدخل اخد عينة عشوائية من الخصية. ده في الغالب العام بيتناسب العيانين حالتين، لا ليس اكثر ولا اقل، هم حالتين فقط بس اللي يناسبهم النوع ده من العينات. عيان هو يوم الحقن المجهري فشل في ان هو اصلا يجيب عينة سائل منوي، او عيان هو متشخص على ان هو انسداد واحنا اخذنا قرار بان هذا الشخص مش هيعمل اجراء جراحي وهيعمل حقن مجهري. دول الحالتين فقط، وبكرر حالتين بس بنلجأ فيهم للسحب بالابرة. العينة التانية هي العينة التشخيصية اللي احنا حاليا بطلنا نلجأ ليها شوية، ودي الهدف منها هو التشخيص، بيتم اجراءها في مركز جراحة عادي خالص، مش لازم مركز اطفال انابيب. باخد جزء من الخصية اليمين وجزء من الخصية الشمال، اجراء جراحي بسيط جدا بياخدش 10 دقائق، الهدف منه هو التشخيص. تشخيص ان ده خلل وظيفي وليس انسداد، وبرضو بالمرة بيدينا نوعية النسيج اللي احنا بنتعامل معاه. العينة التالتة هو العينة اللي الهدف منها ان احنا نطلع حيوانات منوية نستخدمها في حقن مجهري. طيب. العينة دي اجراء جراحي برضو ولكن بياخد فترة زمنية اطول شوية، وده انا باخد منه عينات عشوائية متعددة من كل خصية، وده الاجراء الجراحي اللي احنا نتمنى على انه يتلغي، احنا ما بنحبوش، مضاعفاته اكثر من فوائده. خلاص، صحيح ممكن انجح ان انا اطلع حيوانات منوية من الشخص ده، ولكن انا بغلط في حق المريض ده في حاجتين. اول حاجه بانه بيترتب على العينات العشوائيه المتعدده دي اللي انا باخدها ان بيحصل تليف في الخصيه، بينتج عنه مستقبلا نقص في هرمون الذكوره، ونبتدي ندخل عامل مشكله تاخر انجاب في مشاكل ثانيه خالص اللي هي مترتبه على نقص هرمون الذكوره. تاني حاجه، العينه دي للاسف بتضعف الفرص في تكرار نفس المحاوله مره ثانيه ومره ثالثه، لان انا باخد عشوائي فباخد جزء كبير قوي من الخصيه، فده بيقلل فرصه في انه ياخد الاجراء الجراحي ده تاني اساسا. تمام. مبالك بقى بنتائجه. تمام. والاجراء اللي احنا بنصدده وبنتكلم عنه هو العينه الميكروسكوبيه، ده احنا بنفضله اكتر، ده يعتبر افضل الحلول او افضل العلاجات، ده الافضل زي ما بقول النوعيه دي من العيانين اللي عندهم خلل وظيفي. خدت بال حضرتك بنتكلم على اجراء جراحي، عمليه يوم واحد بيخرج في نفس اليوم، بتاخد حوالي ساعه ونص. فيها ميزتين، اول حاجه ان انا بستخدم ميكروسكوب جراحي. تمام، يعني دقيق جدا. غير الدقة هو بيديني حاجة مستين، يعني نمرة واحد انه بيديني مجال اوسع لان انا ابحث داخل الخصية دي. تمام، ده نمرة واحد، انا باخدش عشوائي. انا بتفرج. أيوة. ده نمرة واحد. نمرة اتنين او بستكشف. نمرة اتنين انا بقلل كمية الانسجة اللي انا باخدها من الخصية. انا ادام انا بقيت بدخل اكبر اكتر من العين المجردة احيانا بنوصل ل30 مرة، اذا انا مجال الرؤية بالنسبة لي احسن. طبعا. المساحة اللي انا بستكشفها اكبر. اللي انا باخده اقل. ولكن في فايدة أكتر، فكلها مزايا للمريض. الميزة إن بدي العين فرص أحسن وأفضل. تاني حاجة بقلل المضاعفات الناتجة عن الإجراء الجراحي. أقدر أكرر التجربة مرة واثنين وثلاثة، ودي ميزة جبارة جدا لعين زي ده. أنا بتكلم عن الأمل. فأنا بكلم عيان على أنا داخل ممكن أعمله إجراء جراحي مرة واثنين وثلاثة، ممكن تتكرر عادي. طيب الوقت ما بين تكرار العملية والأخرى هل هو وقت محدد؟ أي حال من الأحوال أي إجراء جراحي احنا بنعمله على الخصية احنا بنفضل ما نفتحش تاني إلا بعد مثلا من 3 شهور ل6 شهور. أنا شخصيا الأفضل من بعد 6 شهور. يعني ممكن في خلال مثلا سنة أو سنة، من سنة لسنتين يعمل العملية، ممكن بعد 6 شهور يعمل نفس الإجراء تاني، ولكن ده مشروط بشرطين. أول حاجة عامل الوقت زي ما اتفقنا. نمرة اتنين التحضير اللي احنا اتكلمنا عليه. يعني في عيان أنا ممكن أجله سنة وسنة ونص وسنتين، خدت بال حضرتك؟ وفي عيان بعد 3 شهور بس أدخله يعمل العملية. ده بيعتمد على التحضير، والتحضير ده بيختلف من شخص للتاني حسب عوامل ايه دكتور؟ يعني حسب مثلا حالته الصحية تانية، لو بيعاني من أمراض تانية، حسب سنه، حسب ايه؟ لا ده مش معنيين بيه قوي، ده جزء خاص بالجراحة كجراحة والتخدير. لا أنا بتكلم على تحضير العين كعيان بقى فيما يخص ان انا هدخل الاقي حيوانات منوية ولا مش هلاقي. أيوه. ده اللي انا معني بيه اكتر، تحضير حالتي، بجهز شغلي قبل ما ادخل اشتغل. القصة مش ان انا اعمل عينة ميكروسكوبية وخلاص. لا انا بحاول ادي العيان ده اكبر فرص ممكنة. طيب التحضير ده بياخد وقت قد ايه؟ هل بياخد يعني شهور مثلا؟ لا اتفقنا احنا دايما بيحكمنا دورة تصنيع حيوان منوي 3 شهور، فاحنا دايما الادويه بتاعتنا بتتراوح رينجها حد ادنى 3 شهور. خدت بال حضرتك؟ فلو في خلل في الهرمونات بياخد علاج، لو في اجراء جراحي بيعمله. المهم انا بتابع العين ده كل 3 شهور علشان اعرف اموري استقرت ولا لا،
اول ما اموره ما تستقر وناخد قرار بنعمل العمليه على طول. طيب اتكلمنا عن المزايا للعينه الميكروسكوبيه، مشاكل بقى العينه الميكروسكوبيه او زي ما بنقول مضاعفات اللي ممكن تنتج عنها ايه؟ يعني لو بنتكلم مقارنه بالعينات الاخرى مفيش مضاعفات ولا حاجه، العين بيروح في نفس اليوم عادي مفيش مشكله خالص، بينزل بيمارس حياته الطبيعيه من تاني يوم، مفيش اي تعليمات او محاذير احنا بنطلبها من العين بشكل استثنائي، اللهم الا الاجراء الجراحي العادي ممكن يحصل التهابات، شويه تورم، شويه وجع العادي في اي اجراء جراحي، ممكن ياخد مضادات حيويه، ده روتين، ده اجراء روتيني احنا بنعمله، انما كحاجه ملازمه للاجراء الجراحي نفسه كعينه ميكروسكوبيه مفيش. تمام. طيب احنا في سؤال جاي لنا البرنامج، هي هو رجل متزوج بقاله 5 سنين وعمل التحليلات والفحوصات وهو زيرو حيوانات منويه. تمام. وبيتعالج من وقتها ومفيش اي نتيجه ولم يذكر يعني كيفيه العلاج. عامل الزمن هنا مش مهم، مش هيفرق معايا 5 سنين من 10 سنين، المهم العين متشخص ولا لا. لازم التشخيص، اشخص العين صح، انت في اي عنوان من العناوين الثلاثه اللي احنا قلناهم، انت صفر نتيجه خلل في الهرمونات ولا انت صفر نتيجه خلل وظيفي في الخصيه ولا انت نتيجه انسداد، وبعد كده اول ما اشخص العين ندخل بقى نتناقش انا والمريض بتاعي في ايه الاجراء الانسب بالنسبه له بناء عن التشخيص. خدت بالك احنا الازمه في التشخيص، بكرر تاني ايه الفكره من التخصص، ايه الفكره من يكون الدكتور ده متخصص؟ طب ليه دكتور النساء مش بيقوم بالوظيفه دي؟ هي التشخيص، هو يعني اليات التشخيص عند دكتور الذكوره مش عند دكتور النساء، يعني الست بتروح عند دكتور النساء هو عنده اليات تشخيص للست، انا عندي اليات التشخيص للذكر، انا اقدر اخد منه تاريخ مرضي دكتور النساء مش هيقدر، او اي مكان الدكتور التاني لو مش متخصص. الكشف الاكلينيكي انا معني بيه وبعمله كل يوم عدد كثير من المرات طبعا، انا اقدر بالكشف الاكلينيكي اطلع بمعلومات تفيدني انا عن العيان طبعا. ايه الفحوصات والتحاليل، انا بيجي لي عينين معاهم اوراق يعني زي بيقولوا ما انزل الله بها من سلطان، حاجات هو في غنى عنها مش محتاج لها خلاص، بتمثل عبء مادي عليه وتضيع طبعا للوقت، فكل الحاجات دي كل ما يكون شخص متخصص كل ما هيفيد العين اكتر ويفيده اكتر في وقت اقل وبتكلفه أقل زي ما حضرتك قلت. تمام. طيب برضو سؤال تاني، هو شخص خضع لعمليه، ما برضو ما قالش ايه هي العمليه، لكن عمليه في الخصيه وحصل مشاكل بعدها يعني كررها اكتر من مره، وبعدين الطبيب في الاخر قال له مش هينفع تعمل العمليه تاني او مش هينفع ان احنا نعالج، يرجعنا لنفس الماساه العينة. نتمنى على الناس ان هم يبطلوا موضوع العينه العشوائيه المتعدده اللي بتتاخد من الخصيتين رجاء، يعني ما فيش مشكله من العينه التشخيصيه، فيش مشكله من العينه بالابره، يعني الافضل ندخل بعد كده على العينه الميكروسكوبيه. زي ما قلت لحضرتك العينه الميكروسكوبيه فيها مزايا كتير، فرص اكبر للنجاح مع العيان، مضاعفات اقل، والاهم من ده كله حاجه انتمائيه اكتر بالامل، وانك تدي امل للمريض بتاعك. فالنهارده لما اقول للعيان ده انا ممكن اجراء الجراحه ده اعمله لك اكتر من مره وتستفيد بيه اكتر من مره، وما يبقاش فيه مضاعفات ولا مشاكل، مش فيه مضاعفات ولا اعملها لك مره وبعد كده انا مش هقدر اعمل لك اي حاجه ثانيه. غالبا العيان ده عمل هذا النوع من العينات، غالبا العيان ده ما عادش عنده خصيه بقى عنده عينه، يعني هم خدوا نص الخصيه تقريبا في العينات العشوائيه دي وفي الاخر ما سابوش اي حاجه تخلي اي دكتور بعد كده يعرف يساعده. طيب هل ممكن يتم العلاج في الخصية الأخرى؟ يعني لو هو تم المشكلة دي عنده اتعالج بشكل خاطئ أو العينة اتخذت بشكل عشوائي في خصية واحدة وعملت مشكلة، هل ممكن العلاج يتم؟ طبعا يا ريت يكون هم سابوا الناحية الثانية، هو للأسف شديد ما بيسيبوش، هم بيدخلوا على اليمين ما لقوش يدخلوا على الشمال، ولو في واحدة ثالثة ممكن يشتغلوا عليها مفيش مشاكل. لا طبعا هو لو في فرصة للعين هنديها. تمام. طيب دكتور عايزين برضو نقول كده يعني تلخيص للحلقه للناس اللي ما لحقتش تشوفنا هي رسائل من البدايه، هي رساله انا عايز اوصلها للمرضى. اوكي، اول رساله التشخيص مهم جدا، انت اي عيان، انت اني انا عيان، انت زيرو حيوانات منويه ليه، ايه السبب؟ لو ما فيش دكتور جاوبك على السؤال ده محدش يعرف يعالجك، يبقى هو مش بيعالج صح. اي فن التشخيص، ايه سبب المشكله؟ نمره 2، احنا لو وصلنا لان دوت هيبقى علاج هرموني مثلا او اجراء جراحي او دخل الوظيفي، التخصص رجاء التخصص، لان هو الشخص ده هو اللي هيقدر يديك اكبر ميزه واكبر فايده واقل ضرر، واقل ضرر بالظبط، واقل وقت واقل تكلفه، كل حاجه كل حاجه. الحاجه الثالثه، وصلنا ان احنا نعمل عينه ميكروسكوبيه او هنعمل عينه من الخصي، رجاء يا جماعه ابعدوا عن العينات العشوائيه رجاء لمصلحه العيان، هو الجراح مش هيفرق معاه، ما الجراح ما بيشتغل وخلاص، العينه الميكروسكوبيه افضل، تدي فرص اعلى، أضرار أقل،
وفرص للتكرار عن العينات العشوائية. هي دي الرسائل اللي أنا حابب أوصلها للمريض. يعني التخصص مهم قوي. التخصص مهم. مهم جدا. تمام. طيب برضو يعني حضرتك قلت نصيحة للمشاهدين، لكن هل ممكن مريض زيرو حيوانات منوية يكون مش عايزين نقول مفقود الأمل في علاجه، لأن كل يوم الطب يتطور وممكن بكرة الصبح يظهر علاج يغير المجرى الموضوع كله. لكن هل في مريض يا دكتور يعني بيتم معاه العينات الميكروسكوبية في أكتر من مرة وبعدين يعني ما بقاش فيه أمل لعلاجه أو خلاص ما فيش طرق تانية لعلاج؟ أنا عايز أوضح شيء مهم. إحنا لما بنوصل لفكرة عينة ميكروسكوبية أنا مش بعالج المريض بتاعي. رجاء يا جماعة، أنا اتفقت إن ده عيان خلل وظيفي في الخصية، فاحنا بننزله في الغالب سبب انا السبب بيكون غالبا يعني صعب ان انا الغيه. فانا بتعامل مع الحاله دي ان انا اساعده. فالرأي بين ان انا اساعد مريض بان انا اوصل بيه لهدف معين او ان انا اعالجه. اعالجه لازم انا ببقى اتعامل مع سبب انا عارفه كويس قوي واقدر انا ازيل هذا السبب. اما لو بتعامل مع مشكله ما اعرفش سببها او حتى عارف سببها بس ما اقدرش ازيل هذا السبب، وليكن مثلا هذا المريض عنده خلل وظيفي في الخصية نتيجة خلل جيني، أنا مش أقدر أعالج هذا الخلل الجيني. ملهاش علاج. احنا نتمنى في المستقبل أن يكون لها علاج، بس ده في الوقت الحالي مش هيبقى لها علاج. فإذا أنا بساعد المريض بتاعي، أنا مش بعالجه، أنا بساعده. حضرتك بتساعده علشان يستطيع الإنجاب. أنه يستطيع الإنجاب. لكن قصدي ممكن العينات الميكروسكوبية تتعمل مرات ومرات كتير جدا وما تنجحش. اتفقنا أن في نسب نجاح. اتفقنا ان في نسب نجاح. نمرة واحد مرتبطة بتقرير العينة التشخيصية اذا كان مع المريض. لو هو معاه عينة تشخيصية اذا هذا العين هيندرج تحت اربع انواع من العينات او نتائج العينات. كل واحدة منهم ليها نسبة في النجاح. تاني حاجة، الموضوع مرتبط برضو باللي بيعمل التكنيك ده او اللي بيعمل الجراحة دي. زي اي جراحة، نجاحها من فشلها معتمد على التحضير الكويس للمريض وعلى الاجراء نفسه. هل الاجراء بيتم بشكل سليم ولا لا؟ تمام. يعني هل في ميكروسكوب حقيقي فعلا ولا لا؟ عينين بيجونا، عملنا عينات يا جماعه عينات ميكروسكوبيه. طب شفتوا الميكروسكوب؟ لا، احنا كنا واخدين ميجا كلي. طب دي نقطه مهمه جدا دكتور، يعني المريض لازم يشوف الميكروسكوب بعينه عشان يبقى فاهم هو ايه اللي يعني هو دخل على ايه بالظبط. للاسف احنا بندخل انا عايز اعرف ايه اللي اتعمل للمريض بتاعي. مش كل الاماكن بتطلع تقارير، بس للاسف الشديد بنلاقي معظم الناس تبقى واخده بينج كل مش عارفين ايه اللي اتعمل لها. خدت بال حضرتك؟ انما الافضل طبعا يفضل العين يبقى شايف الميكروسكوب. العين يبقى شايف ايه اللي بيتعمل له، يطلع العين تقرير باللي اتعمل بالظبط. فجزء من النجاح هو تقرير العينه التشخيصيه اللي مع هذا المريض. انا اقدر كدكتور قبل ما ادخل على الاجراء نفسه اقول والله نسب النجاح كذا كذا كذا. الجزء الثاني متعلق بالاجراء نفسه. تمام. اي عمليه في الدنيا لو ما اتعملتش صح مش هيبقى في منها نتائج. طبعا. فده مرتبطين بجهاز يكون كويس، جراح معني بالشغلانه دي فاهم يعني ايه ميكروسكوب وفاهم يعني ايه عينه ميكروسكوبيه وفاهم يعني ايه النسيج اللي بيتعامل معاه. هو مش بيقطع فيه كده عشوائي وخلاص. طبعا. ده مهم جدا جدا عشان نسب النجاح تبقى اعلى للمرضى دول. دكتور احمد العياشي استشاري امراض الذكوره والعقم بمركز مصر للذكوره، شكرا يا فندم. شكرا. مشاهدينا في كل مكان، ان شاء الله دايما الامل موجود في وجه الله، ودايما اي مريض عنده اي مشكله ما ييأس. تابعونا دايما في برنامجك. شكرا.